ما وفقت بالزعماء اللي تولوا القضية ابتداء من الثلاثينات الحسيني، كانت بريطانيا تقريبا موافقة أنها تعطي الفلسطينيين 60% من فلسطين، وهذا شيء موثق. وأكبر دلالة أنه الهجرة اليهودية كانت محددة، البريطانيين محددينها. بعدها بسنوات بسيطة قامت الحرب العالمية الثانية، وأخينا في الله خرب كل شيء وشال حاله وراح على برلين يقابل هتلر، وجلس في برلين عدة سنوات الحرب، وكان يلقي خطابات من إذاعة برلين يهاجم الحلفاء، فأثار حفيظة الحلفاء كلهم ابتداء من أمريكا إلى روسيا أيام الاتحاد السوفيتي إلى بريطانيا. بعدها بسنوات انتهت الحرب سنة 1945، وطرحت موضوع تقسيم فلسطين 47، يعني كلها سنتين على أساس يعطون الفلسطينيين 49% والإسرائيليين 51%. الحسيني أيضا رفض الشيء هذا وألب الحكام العرب والجيوش العربية أنهم يدخلون حرب، اللي صارت نكبة بعدين، نكبة فلسطين يسمونها. انتهى أخينا في الله الحسيني، جاء بعده مين؟ جاء الشقيري. الشقيري له المقولة المعروفة أنه يحارب من الخنادق لا الفنادق، وهو طول عمره لا حفر خندق ولا حارب خندق، طول عمره كان يسكن في أوتيلات 5 نجوم ويحارب بالميكروفونات. أدهى وأمر اللي هو مثلا عرفات الله يرحمه، الله يرحمهم كلهم. بعد حرب 73 حاولوا أنهم يرجعون الأراضي المحتلة اللي احتلتها إسرائيل، وكانت ذيك الأيام ما فيه ولا مستعمرة واحدة في الضفة الغربية، وحطوا كرسي للأردن وكرسي لسوريا وكرسي لفلسطين وكرسي لمصر وكرسي لإسرائيل على أساس أنهم يسوون هالاتفاقية. جاء الأردن، وجت طبعا مصر، سوريا وفلسطين ما جوا. فمع الأيام رجعت سيناء لمصر، ورجعت وادي العربة للاتفاق للأردن، وراح ياسر عرفات بدل ما أنه يحاول أنه يرجع هذه راح لبنان على وانشغل بمشاكل لبنان والحرب الأهلية. وانتهت أنه إسرائيل تدخل أول مرة تحتل مدينة عربية، بيروت احتلتها، وشحنوا عرفات واللي معاه بباخرة ودتهم إلى تونس. أدهى وأمر أنه بعد سنوات راح على قولهم تمخض الجبل وولد فأر، تمخض الجبل فولد اتفاقية أوسلو، وهي مسخ. بعديه بعد ما طارت الطيور برزاقها، بعد ما امتلأت الضفة الغربية بالمستعمرات كلها، ومع أنه كانت عنده فرصة يوم كان اجتماع مينا هاوس أنها ترجع له الضفة الغربية بدون أي مستعمرات. فالجماعة ضيعوا يعني فرص على كيف ممكن العالم أو الدول البعيدة أنها تؤمن أو تحترم القضية هذه إذا كانت جماعة الضفة الغربية وغزة الآن لهم 10 سنين ما هم متالفين ويرفضون أنهم يتوحدون حتى؟ كيف ممكن تكون القضية العادلة هذه في نظري تضيع بهذا الشكل؟ يعني حقين حماس تلاميذ القرضاوي وتلاميذ الإخوان
مسكوا حقين. أول مرة في التاريخ تصير لما يبون يطردون جماعة فتح، اللي مسكوهم رموهم من السطوح في بعض العماير الشاهقة، رموهم على الأسفلت. هذا القتل الرحيم عندهم. كيف تحترم مثل الجماعة هذول؟